هل تعرف ان المالكي نزل حاجات في السوبر ماركت بقت موجودة في كل حتة اصلا؟ الحاجات اللي نزلها بقت في السوبر ماركت بليلة، مهلة بيا، رز بلبن عادي، رز بالبندق، كريم كراميل وده متحمس له جدا جدا، زبادي بالقشطة. فتعالوا كده ندوقهم كلهم ونشوف هل المالكي في العلب اللي هو عاملها دي الجديدة هتبقى طعمه زي المالكي بالظبط اللي في المحلات ولا لا. نبدأ بأول حاجة الرز باللبن وسعره 10 جنيه. ده شكل العلبة كده مكتوب المالكي في كل حتة، مالكي رز بلبن. تعالوا نفتح ونشوف. ده شكله من جوه رز بلبن وريحته فانيليا جدا جدا. تعالوا ندوق. بسم الله. رز بلبن السكر بتاعه مظبوط جدا جدا ومليان فانيليا، ريحه فانيليا وطعم فانيليا جامده جدا جدا في الرز بلبن. مش حاجه وحشه على فكره، لا، مدياله طعم كده لذيذ. سيبك انت من الرز بلبن، ايه رايك في القصه الجديده، حلوه ولا نرجع للقصه القديمه؟ فاكتبوا لي تحت في كومنت الحوار ده. ما انت لو متابع بقى يا بيه من الانستجرام كنت عرفت ان احنا قصينا اصلا قصه جديده واخترنا حاجات جديده والكلام ده. فالانستجرام بتاعي روح اعمله فولو بسرعه. نسيبنا الرز بلبن وندخل على المهلبيه. ده شكلها مهلبيه برده سعرها 10 جنيه. نفتح المهلبيه ونشوف. السمك بتاع المهلبيه اتقل بحبه حلوين من الرز بلبن. بصوا ده السمك بتاعها اتقل بكتير جدا جدا يعني. فتعالوا ندوق المهلبيه ونشوف. بسم الله. الله. المشترك في الرز بلبن والمشترك في المهلبيه الاثنين فيهم طعم فانيليا حلو قوي. مش عارف هل في طعم قشطه ولا لا، يعني انا مش عارف احدد. طعم الفانيليا حلو قوي قوي في البق وفي سن في طعم قشطه جرف، انا مش عارف هل دي كطعم ولا كقشطه بجد، ولكن على فكره طعمها حلو جدا جدا. نسيبنا من المهلبيه وتعالوا ناخد الرز بالبندق. ده شكله وسعره برده 10 جنيه. انا بقى مش عارف هل هو رز بريحه البندق ولا رز بالبندق بجد، فانا عايز اصلا افتح واشوف دلوقتي. شكله فعلا رز بريحه البندق زي ما توقعت. السمك بتاعه برضو حلو جدا جدا زي السمك بتاع المهلبيه، ولكن انا مش شايف بندق خالص في الحوار، يعني انا هو عمال اقلب مفيش بندق خالص. انا فكرت الاقي بحته البندق وكده، يعني هي شكلها بريحه البندق. وتعالوا نشوف كده. بسم الله. لا استنى استنى، عشان شكلها فعلا في بندق. ايوه فيها بندق اهي، ده البندق اللي جواها. يعني ايه هو يتعدي يعني على الصوابع، مش بندق كتير يعني. طب هي راحت فين بقى البندقيه يا بقى اصلا، عشان مش لاقي اهي. هو ريحته بندق جدا جدا، بس تعالى بقى ندوق واحده وفيها بندقيه. بسم الله. طعمه جامد قوي قوي قوي. البندق مش كتير قوي فيه، ده بس التعقيد بس اللي عليه يعني، ولكن طعمه نفس الرز بلبن العادي خالص، ولكن محطوط بس عليه ريحه بندق وبندقيه او اتنين كده يعني. ده برده سعره 10 جنيه. نسيبه على جنب وتعالوا ندوق الكريم كراميل. كريم كراميل ده اصغر من التانيين، يعني بصوا الفرق ما بين العلبه دي والعلبه دي، دي اصغر يعني، فدي سعرها 6 جنيه. نفتح الكريم كراميل بتاع المالكي. اوه على الريحه اللي طلعت. ده شكلها من جوه سميكه والقوام بتاعها حلو جدا جدا. تعالوا ندوق الكراميل بتاع المالكي، القوام بتاعه جامد جدا جدا. تعالوا ندوق. بسم الله. اوف سميك قوي قوي كده في البق، يعني مش كريم كراميل كده سايح كده على بعضه، لا هو سميك جدا. هو كريم كراميل سميك ولكن بيدوب قوي كده في البق. ده تقريبا احسن كريم كراميل انا اكلته في حياتي حرفيا. تاكله كده يا باشا سميك، السمك بتاعه حلو جدا جدا وبيدوب جدا جدا في البق. عجبني عجبني ده جدا جدا. نسيب الكريم كراميل على جنب وتعالوا ندوق البليله. بليله برده سعرها 10 جنيه. بص يا زميلي، انا واحد ما دقتش بليله غير من ايد مامتي، ففكره ان انا اكل بليله من بره عمري ما عملتها في حياتي، ولا دقت حد ماشي في الشارع بيبيع بليله ولا اي حاجه من دي. فانا دي اول مره ادوق بليله اصلا من حد غير مامتي. انا شايف شويه مكسرات، استنى لا دي مش مكسرات، دي بليله فيها بليله مش مكسرات يعني. تمام هي بليله خام خالص خالص. تعالوا ندوق. بسم الله. هي مليانه نشا قوي قوي، طعم النشا باين، حتى السمك بتاعها السمك بتاعها تقيل جدا جدا يعني، بالذات انا باكلها في البيت، فهي مليانه نشا وطعم النشا باين قوي قوي فيها. السكر بتاعها مظبوط جدا جدا يعني، مش مسكره قوي قوي ولا ما فيهاش سكر خالص، لا السكر بتاعها مظبوط جدا جدا، ولكن انا مش عارف هي مليانه نشا قوي قوي وسميكه جدا جدا. فاكتبوا لي بقى تحت في الكومنت هل انتوا بتحبوا البليله تكون سميكه قوي كده ولا عايزينها اللي هي تكون سايله كده شويه يعني. نسيب البليله وتعالوا ناخد الزبادي اللي بالقشطه. ده سعره كام ده بقى الزبادي اللي بالقشطه؟ ده بقى سعره كام؟ زبادي بالقشطه سعره 6 جنيه، يعني الزبادي اللي بالقشطه سعره زي سعر المهلبيه، والاثنين قد بعض يعني، ده الفرق ما بينها وما بين اي حاجه ب 10 جنيه. كافينك برده زبادي عادي خالص، ولكن صلاحيته كانت هتنتهي بعد 3 ايام، وانا ما كنتش عارف بصراحه انا يعني هصور امتى، فجبت اللي مضمون يعني. وتعالى نشوف الزبادي اللي بالقشطه. ايه يا عم ريحه زبادي عادي خالص. تعالوا ندوق. اوه لا ده سميك شويه، استنى استنى. تعالوا ندوق. بسم الله. طعمه غريب شويه، استنى طعمه مش زي الزبادي اللي انت بتاكله، الزبادي البلدي، لا في طعم كده في الاخر اللي هو مر سيكا، مش مر ان هو هينتهي صلاحيته، لا مر سيكا كده، مش عارف جايه منين المراره دي يعني. هو مراره حلوه مش وحشه، وسميك قوي قوي من القشطه اللي هم حاطينها فيه. المجمل حلو يعني مش وحش، ولكن ما اشتروهوش تاني بصراحه يعني. هو لا يمت للزبادي البلدي باي صله، لان في حته كده في الاخر كده مراره في الاخر، مش عارف جايه منين برده. وحلو يعني كحوار ان هو زبادي بالقشطه وكده يعني، ولكن لا ما اشتروهوش. هو سميك بس علشان القشطه، ولكن مفيش طعم قشطه في بقي، مفيش طعم، مش بستطعم القشطه.
باكلها، فانا مش عارف هم حاطين القشطه جواها وهي بتتعمل ولا على الوش ولا ايه، ولكن انا مش ضايق طعم القشطه خالص. ودي جيله كانت منتجات جدا ملكي، اكتبوا لي تحت في الكومنت لو انتوا عايزيني اجرب حاجات تانية من براندات تانية ونروح ونجيبها ونجربها سوا. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100 الف في اقرب وقت. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.